مرحبا، نستكشف مع بعض اليوم عن خواص بذور لها قيمة غذائية عالية تستعد لها الطيور وتعشقها أيضا وتحاول أن تأخذ النصيب الأعلى منها. بس وش هذه البذور وما هي فوائدها وكيف نقدمها للطيور ومتى نمنع الطيور عنها؟ كل هذا راح نتعلمه اليوم، خليكم معنا. هذه البذور السوداء اللامعة هي بذور النيجر، والحلو فيها أنها تجي من ضمن خلطات أغلب البذور ولكن بنسب بسيطة جدا، تجي بنسبة 1 إلى 2% من تراكيب الخلطات المقدمة لنا من الشركات، هذه الشركات التي تعني بتقديم أغذية الطيور. فمقدارها النسبي الموجود ضمن خلطة البذور ممتاز جدا، ولكن نحتاج أحيانا إلى تقديمها مكثفا لاحتوائها على فيتامين إي المساعد على تخصيب البيض عند الطيور، وأيضا تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الأمينية، والجدير بالذكر أنها تحتوي على الكالسيوم والفسفور. ومن فوائدها الأخرى سهلة الكسر فتساعد الفروخ على الفطام بسرعة. الحلو أيضا في بذور النيجر تعتبر مصدرا مهما لبعث الطاقة والدفء للطيور في فصل الشتاء، لأنها تحتوي على نسب عالية من الزيوت. هذه النسب تعتبر مهمة في فصل الشتاء. أما النسبة التقريبية اللي نقدر نضيفها لخلطة البذور هي تقريبا 100 جرام على كيلو من هذه الخلطة. طبعا نسبة تقريبية، البعض يقدم 200 جرام، ولكن أنا أشوف النسبة اللي في درجة الأمان هي 100 جرام على كيلو من البذور، عشان ما ندخل في مسألة التشحيم ومسائل أمراض الكبد الأخرى. على سيرة أمراض الكبد، لا أنصح بتقديم هذه البذور للطيور التي تعاني من التهابات في الكبد وأمراض في الكبد، فنسبة الزيوت تزيد من مرض الكبد المصاب فيها الطير أصلاً، فتزيد العنعنة، فما أنصح بتقديمها الطيور المصابة بأمراض الكبد. نرجع نكمل. نسبة الزيوت الزائدة في بذور النيجر طبعاً هو أمر محمود للطيور من جانب، ولكن من جانب آخر يعتبر سيء للطيور التي تعاني من التهابات وأمراض في الكبد. وبكذا وصلنا إلى نهاية هذا الموضوع اللطيف اللي حاولت فيه أبرز أهم جوانب بذور النيجر المفيدة، ولكن بشكل مختصر. دمتم كما تحبون، فمان الله.